غزري أصنع عشرة ذي الهجة لسناتي بنات مجلس سكر المسائل لسنة يرمي جمع العقبة الكبرى يحلق هن يتحلل التحلل الأصغر أكيد يسكر الإفاضة طواف الإفاضة أكودن أي للتحلل الأكبر يجوز تكون ميلا حتى تمغاري وكان طواف الإفاضة هن يجوز بنادم التيجر كعدك يوري غمينا كعدك يوري غمينا كقول لك من أيام التشريق لين بعد لما متين يجوز تكوي الجار المهم الأخر نسدي كان الأخر ويور ندير الحجة أما أيام التشريق أصل 11 ذي 12 13 ذي الحجة ما ريسكر الحج الحج غكودان أريد الغمينان أريسكر المسائل اللي يسكر هو أريد ترمو جمرة السكرت الجمرة الأولى الجمرة الثانية جمرة العقبة أريد ترمو كي يقتس وكان أنه كان يلوح تزروت يكبر يلوح تزروت يكبر يغير كله يرمو الجمرة السكرت يسكت بنان الدعاء الذكر قالت تلزم بنان الهدوء السكينة أدوري التزحم الحجر ولا أريسكار كل ما تلال فوضى